السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خطورة اللعن وعلاجه. كتر قوي اللعن في هذه الأيام، نلاقي بعض الناس عمالة يقول له الله يلعنك، يتضايق من ابنه يقول له الله يلعنك، يتضايق من صديقه يقول له ربنا يلعنك، وهكذا كثر اللعن. بل أحيانا الإنسان بيلعن أشياء لا ذنب لها، ويعني ولا ناقة لها ولا جمل، يلاقي الشمس شديدة فيلعن الشمس، الريح جاي مضربة على وشه فيلعن الريح، ويلعن أشياء لا ذنب لها، هي ما عملتش كده بمزاجها، كل الكون ده كله لا يتصرف إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. خطورة اللعن في أشياء كثيرة جدا، لكن أنا هوضح لكم الجوانب العظيمة جدا أو يعني الشديدة جدا لخطورة اللعن. أول حاجة إن الإنسان اللي بيكثر من اللعن عياذا بالله بيحرم يوم القيامة من حاجتين، من ان هو يشفع لاي حد او ان هو يشهد على اي حد. سبحانك يا ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يعني حتى ان الأمة الإسلامية بتشهد للأنبياء بأنهم قد بلغوا أممهم، فهذا الذي يلعن يحرم من هذا الشرف العظيم، وهذا الذي يلعن يحرم من أن يشفع لأي إنسان من أحبابه يوم القيامة، فيحرم من خير كبير جدا جدا. إن هو كان ممكن يشفع لأبوه، يشفع لأمه، يشفع لإخواته، لأولاده، لزوجته، فيحرم من كل هذا بسبب كثرة اللعن. الحاجة الثانية إن قد إن الإنسان لما بيلعن إنسان آخر، بيلعن إنسان مسلم أو غير مسلم حتى، فكأنه قتله. ليه؟ لأن اللعن ده عبارة عن إيه؟ أنا لما أقول لإنسان عياذا بالله الله يلعنك، يعني الله يطردك من رحمته، هو ده اللعن. اللعن هو الطرد من رحمة ربنا. طب تخيل إنسان لما يطرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، كيف يعيش الإنسان بلا رحمة من الله؟ ده يموت أحسن. يبقى الموت في الوقت ده أرحم للإنسان من إنه يعيش بلا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها كما عند البخاري ومسلم، قال: ولعن ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. من لعن مؤمنا ايه؟ فهو زي كأنه قتله بالظبط، فهو كقتله. يا خبر ابيض. عشان كده محتاجين ان احنا نمسك ألسنتنا. والنبي عليه السلام قال: املك عليك هذا، امسك عليك لسانك. وزيدنا معاذ بن جبل النبي عليه السلام بيقول له يعني بيقول له يعني امسك عليك هذا او اخبرك بملاك ذلك كله، بعد ما اخبره بقى عن الجنه وعن النار وعن، فقال له: او اخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: امسك عليك هذا. قال: او انا لمؤاخذون بما تتكلم به السنتنا يا رسول الله. قال: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ خدت بالك؟ يبقى لما تلعن إنسان مؤمن، واخد بالك، كأنك قتلته عياذا بالله. الحاجة الثالثة إن عياذا بالله قد تعود اللعن على صاحبها. يعني لو إن أنا لعنت إنسان وهو لا يستحق اللعن، اللعنة بترجع لي أنا. إيه الدليل على كده؟ ما رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا أو إذا لعن أحدا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، فتنزل إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، فتتحرك يمنة ويسرى. خد بالك بقى. ثم فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن. تروح لمين؟ للي انت لعنته. فإن لم يكن لذلك أهلا رجعت اللعنة إلى قائلها. يا خبر أبيض. ده النبي بيخبرك بمشهد عجيب. انت لعنت واحد فاللعنة راح للسماء، أبواب السماء اتقفلت، فترجع للأرض، أبواب الأرض اتقفلت مش عايزة لعنة، فتتحرك يمين وشمال، فتجد مساغا إلى مين؟ مكان كده أو طريق للي انت لعنته، فتروح له. فإن ما كانش أهلا للعنة، يعني لا يستحق إن هو يلعن، ترجع لك انت وتلبسك اللعنة عياذا بالله، يعني تطرد من رحمة الله. يا خبر أبيض. يبقى انت ممكن تكون عايز تأذي إنسان بإن انت تلعنه فتلبسك انت اللعنة. يبقى لذلك الانسان ما يغامرش يا جماعه، وما يخالفش امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان هو بيقول لك اوعى تلعن، ما تلعنش حد، واخد بالك. طيب الحاجه الرابعه ان قد يبوء الانسان مش بلعنه بقى انسان، ده قد يبوء بلعنه المولى عز وجل. يا خبر ابيض. يعني ان ربنا يلعنه سبحانه وتعالى. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم كما عند مسلم: لعن الله من لعن والديه. طيب دي تيجي بحاجة ازاي؟ بطريقتين. لعن الله من لعن والده، يعني ربنا يلعن اللي يلعن ابوه وامه. طب هتيجي ازاي يا حبايبي؟ تيجي بطريقتين.
اما ان يكون انسان عياذا بالله عاقل والديه صليت اللسان فيلعن ابوه وامه فيبوء بلعنه الله، خد بالك، او ان هو يكون مش عاقب امه وابوه ولا حاجه لكن لسانه صليت، فيقابل واحد ويحصل ما بينهم مشاكل فيلعن ابوه وامه، فالشاب اللي قدامه يلعن ابوه وامه، فمن الذي تسبب في ذلك؟ اللي لعن، صح كده؟ لما يقول له مثلا يلعن ابوه وامه فالتاني يرد عليه بنفس الايه؟ بنفس المثل، انت لعنت ابويا وامي فانا بلعن الاب والام، تمام؟ فيحصل ايه؟ فيتسبب في لعنه الام والاب بسبب ان هو لعن امه واب واحد تاني، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لعن الله من لعن والديه. الحاجه الخامسه ان اللعنه حبايبي ربنا يعافيكم سبب لدخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار فاني رايت كنا اكثر اهل النار. فقالت واحده منهن يا رسول الله لماذا؟ قال تكثرنا، قال تكثرنا من اللعن وتكفرنا العشير. يعني بتقول له ليه يا رسول الله احنا من اهل النار او اكثرنا من اهل النار؟ قال تكثرنا من اللعن. بتقول ما انت قاعده مثلا قطه عدت جنبك الله يلعنك، ما اعرفش مين خضك الله يلعنك، وهكذا، تمام؟ ولد صغير عمال يبكي الله يلعنك، فاللعنه كثيره، تمام كده؟ احيانا بتصدر من بعض النساء ان اللعنات بتبقى كثيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكثرنا من اللعن وتكفرنا العشير اللي هو الزوج عياذا بالله. طيب هنا بقى عايزين وقفه صغيره بقى حبايبي، ربنا يبارك فيك يا رب. النساء اكثر اهل النار والنساء اكثر اهل الجنه، الله اكبر، عشان ما فيش واحده تيأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، وقد ذكرت ذلك في مقطع وحده اسمه النساء اكثر اهل الجنه. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر كما في الصحيحين ان من ضمن علامات الساعه الصغرى ان يكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون قدام كل رجل 50 امراه. يبقى في نسبة المواليد، لأن الرجال أكتر ناس بيخرجوا عشان الشغل، فبالتالي هم أكتر ناس عرضة للحوادث، والرجال هم اللي بيخشوا عشان الجهاد، وبالتالي أكتر الناس عرضة للقتل وهكذا. وفوق ده كله كمان يقدر ربنا في آخر الزمان إن يزيد مواليد النساء ويقل مواليد الرجال، فيكثر النساء يصبح 50 امرأة قدامها إيه؟ رجل واحد. طبعا هم دلوقتي وصلوا مثلا أولى 10 أو 20 قدام رجل، لسه هيزيدوا أكتر ويبقى 50 قدام رجل. فلو دخل عياذا بالله ثلاث نساء النار وقدامهم رجل، يبقى النساء اكثر اهل النار. طب وفي المقابل بص بقى على الناحيه المشرقه، لو ال 47 امراه دخلوا الجنه قدامهم رجل واحد، يبقى النساء برضه ايه؟ اكثر اهل الجنه. وهذا ما ذهب اليه الامام ابن تيميه والامام البيهقي والقرطبي وابن كثير وابن حجر وكثير من الائمه، ان النساء ايضا اكثر اهل الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب العلاج بقى يا شيخ محمود، علاج الايه؟ اللعن وخطوره اللعن ده يتعالج ازاي؟ بعناصر بسيطه جدا. اول حاجه الدعاء، ان احنا نقوم ندعي نقول يا رب يا رب خلص لساني من اللعن، يا رب طهر لساني من اللعن، فربنا يخلص لسانك من اللعن. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. الحاجه الثانيه القران، قراءه القران تعود اللسان على اجمل الكلمات، فالانسان بفضل الله يتهذب ويتادب بادب القران فلا يلعن احدا بعد ذلك. الحاجة الثالثة كثرة الاستغفار، لأن ممكن أنت تكون بتلعن بسبب كثرة الذنوب عندك، فربنا يخلي بينك وبين اللعن، تقعد تلعن بقى لأن ذنوبك كتيرة، فلما تستغفر الله عز وجل يغفر لك ويتوب عليك ويحال بينك وبين اللعن بفضل الله. الحاجة الرابعة الصلاة على النبي، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب لما بيقول له أكثر من الصلاة عليه، قال أجعلها كلها الساعة كلها صلاة عليك يا رسول الله؟ قال له إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. وبعدين قيام الليل، قيام الليل بيهذب الانسان وبيربي الانسان بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجه اللي بعد كده مجاهده النفس، لو لقيت نفسك لسانك عايز يطلع كلمه اللعنه على طول تمسك نفسك وتجاهد نفسك. وبعد كده مرافقه الصالحين، كل دي حلول، مرافقه الصالحين، هتستحي انك تلعن حد امام الصالحين، وبالتالي هتتعود ان انت ما تلعنش حد. اخر حاجه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الذي يريدك أن تكثر من اللعن هو الشيطان، فأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من اللعن ومن خطورة اللعن، وأن يجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.